رجعنا لحضراتكم، وزي ما قلنا في مقدمة البرنامج معانا النهاردة ضيوف فعلا من العيار التقيل فعلا، ومعانا ضيف على المستوى النقد الرياضي على مستوى عالي جدا ودايما منورنا في البيت الكبير في قناة النادي الأهلي الأستاذ محمود صبري. أهلا بيك. أهلا بيك كابتن زحمة، منورنا دايما. أنت اللي منور الدنيا. بيبقى طبعا النقاش معاك يعني مثير جدا ورؤية إن شاء الله للمستقبل بشكل كويس. هنتكلم النهاردة في كذا محور. خلينا الأول نبدأ بمحور وحضرتك يمكن متابعنا في كمان مجلس إدارة النادي الأهلي والمتابعة المستمرة في الإنشاءات والتطوير، مش بس على مستوى القناة والاستاد، لا كمان على مستوى النادي للأعضاء العاملين داخل فروع النادي الأهلي، إذا كان فرع الجزيرة، مدينة نصر، الشيخ زايد. فانت شايف برضو التطور ازاي ومتابعه مجلس الاداره لهذا الملف شكله ازاي؟ بص حضرتك، مجلس الاداره يعني الكلام عنه مش هيبقى يعني مجرد كلام، الافعال والعمل الدؤوب داخل النادي لانجاز حاجات واساسيات النادي مجلس الاداره حطها في برنامجه. يمكن النهارده افتتاح البوابه الفرعيه لفرع مدينه نصر كان شيء مهم جدا، لكن المشروع الاهم واللي هيعمل نقله مهمه جدا للاهلي واعضائه هو الجراج اللي هو هيصعد لحوالي 600 اكثر من 600 سياره. دي هتبقى خطوه مهمه جدا ونقله كبيره جدا في حين تم افتتاحه وعمل، لانه الاعضاء طبعا المنطقه اصبحت زحمه وانت عارف المرور عندهم مشكله طبعا في مشكله. فالباركنج هيبقى شيء مهم جدا افتتاحه في الوقت المناسب. في عمل بيتم اللي يتحدث عنه اعضاء النادي الاهلي اللي هيشيد بيه اعضاء النادي الاهلي. اعضاء النادي اكيد حاسين وشاعرين انه في عمل بيتم في رغم الظروف الصعبه والفتره اللي تم ايقاف فيها العمل 4-5 شهور بسبب جائحه كورونا، لكن على مدار الفتره اللي فاتت هناك خطوات تسير محددة لها أهداف. عندما يصل مدة المجلس إلى يعني 4 سنوات سيكون أكمل أو حقق ما يعني أنجز ما وعد به خلال الفترة السابقة. افتتاح كمان تطوير كمان أكاديمية النادي الأهلي برضو في مدينة نصر، بجانب كمان حاجات تانية أخرى بتبقى رفايع كده ماشي في السكة أنت بتبص عليها وبتشوف ومتابعة ومعاشة مجلس الإدارة. ودايما المجلس أصبح دلوقتي الأمور تطورت عن الأرض، بدل ما كان كل الاجتماعات بتقام في فرع الجزيرة أصبحت المقر الرئيسي أصبحت ما بين الشيخ زايد ما بين مدينة نصر. وإن شاء الله في نهاية العام عندما خلاص يبدأ وضع يعني اللبنة الأولى لفرع التجمع أكيد هيبقى في خطوة مهمة. ومن الوعود الأساسية افتتاح الفرع الرابع على ان شاء الله السنه اللي جايه باذن الله تعالى، على اساس حتى وضع الاسس. الان يتم عمليه الصرف والكهرباء والغاز وانجاز، في هناك عمل يتم مش محتاج في اجنده شغالين عليها بشكل كبير جدا. وعايز اقول لك استاذ محمود من غير دوشه، لا مش المهم. محتاج ان انا يعني كل ما اعمل خطوه اطلع ورقه واطلع اقول ان انا عملت 3-4، خلي الناس هي اللي تتكلم عنك، خلي اعضاء النادي الاهلي هم اللي يقولوا اتعمل ولا ما اتعملش. الكلام ده يتم في الاخر في كشف حساب هيطلع، اذا ما طلعتوش انا ولو حضرتك قلته او اي حد قاله هيطلع اعضاء النادي يقول لك تم نجحنا في نجح المجلس في 1-2-3-4، لان هو جاي يعني طبعا هو لان هو جاي بهدف ان هو يعمل ويحقق رغبات اعضاء النادي الاهلي اللي هم قوته اللي هم مصدر قوته اللي هم الجمعيه العموميه بتاعته. فاعتقد ان هناك يعني في عمل وفي جهد مش هيتم الكلام عنه دلوقتي، هيتم عنه الكلام يعني اقول لك بدا من الايه من العام المقبل ان شاء الله. هيتم بعد شهر مارس يبدا الكلام بقى يقول لك تم انجاز 1-2-3-4-5-6، رغم انه البعض بيحاول يدفع الاهلي ومجلسه لانه الانتخابات بدات من النهارده، لكن لا الامور يعني لسه قدامها وقت. واعتقد كمان شيء مهم جدا النهارده كابتن محمود الخطيب اللي هو الهيكله الماليه للعاملين في النادي الاهلي. العاملين في النادي الاهلي بتدور حواليهم كثير، من بعض يحاول يستغل هذه النقطه ودور حولها بعد الاشاعات وبس بعد الاخبار الغير دقيقه. النهارده لما انت النهارده تعمل هيكله وتعيد النظر وتمنحهم حقوقهم بالصوره المطلوبه، هم من العناصر الاساسيه في النادي والداعمه للاستقرار، ده شيء خطوه مهمه جدا. واعتقد انه في وجود العميد محمد مرجان وتقدمت مذكره رسميه وبالتفاصيل، واعتقد مجلس الاداره والكابتن اكيد هيبقى في الحاجه اللي تدعم العاملين وتديهم حقوقهم ومكتسباتهم بالصوره اللي تليق بالنادي الاهلي. وعايز اقول لحضرتك كمان كان في رساله انا